والله العلي العظيم يعني الدقيقة هذه مانيش عارف كيفاش، الدقيقة هذه مانيش عارف واش صرا، الدقيقة هذه مانيش عارف علاش داوني وعلاش توقفوني أنا الدقيقة هذه، لأنه نهار عيطوا للدرك الوطني لا بريغاد ديال الشارع سعباب جديد، يعني جاو لي للحومة وين تكون ما صابونيش، ما خلاو لا استدعاء لا والو، خلاو رصايا لخويا قالوا كي تجي قولوا جي نسحقوه. حبط السلام عليكم السلام، انا حوستو عليا ريحت نشوفو معاك، ريحت لا جورني كومبلات حتى لثمانية تاع الليل، طلعوني بداو يسالو فيا على بالك على ماش جبناك، نو قال لي جبناك على لافير تاع امير ديزاد، ايه واش بيه امير ديزاد، قال لي تهضر معاه، قلت له يوميا في الواتساب يوميا، قلت له قدامك لو كان دوك يعيط لي نريبوندي له، باش ما نحرجكش، قلت له دوك قال واش بغاو تحكيو، قلت له والله لو كان يعيط لي دوك تسمع بودنك، قلت يقول لي واش راك صافا البلاد مليحه، الفن كيفاش راه حياتك، وعندي بنتي الصغيره اللي كتيزيري حبها، ديما يقول لي جوز لي الشابه ديالي، ويجوز لي الجزائريين اللي حنينهم راهم تما حراقه وكذا، واش عمي كامل صافا صافا في الواتساب في ابل فيديو، حبستهم. هذا قال لي كاين الناس شاكين بك، الله اكبر على واش؟ قال لي ابتزاز واموال وشبكه، ايه لقيت راهي حاصل في مشكل كبير، وانا ما نعرف حتى واحد فيهم. بعد سي ان جي تعرف فلان ما نعرفش، تعرف فلان ما نعرفش، تعرف فلان ما نعرفش. في نهاية المطاف قال لي نحي لك التليفون، نبعته للبوشاوي، قلت له اديه، عطاو تليفون نورمال تلقوني الاسبوع الاول 9 ايام، نجي كل يوم نعيا، لا ممكن ثم ديتو تليفون للمخبر مانيش عارف، كاش ما يكون عيطوا لي انا مع ما كاش مشكل نجيك، قال لي روح حتى نهار عيطوا لك، رحت بثلاثه قعدت الاربعاء الخميس الجمعه السبت عيطوا لي في الليل، قال لي الحمد لله. وقبل ما يدوا لي التليفون قلت لك تلقى واحد الميساج، انا سبيت انسان معين ما نكرهاش الى يوم الدين، راح جابوا داك السيد قال لي واش كاين به؟ اش كان بيا؟ قلت روحي تبقى في ازمه، هاي كيف الحكايه؟ رحت على اشياء ما لقاوهمش، لازم يلقاو سبا داروا لي هذا، غادي نقول لها وين تحبوا؟ كنت نبكي يوميا، ماشي نبكي على خاطر غلبوني ولا حقروني ولا ظلموني، شفت روحي مظلوم، لازم تكون حكايه بكامل بوعكس، فهمتها هكذا. الدقيقه هذه نقول السيد هذا اللي شكا بيا لماذا شكيت؟ ماشي اللي قالوا له روح نسبك، اللي جاب لي نهار الاول. نروح لك ابعد من هذا، كان الناس قالوا نقول بلي نعرف كامل بوعكاز وعطاني ولا مدري دوك نطلقوك. حبيت نعرف علاش حبوا يورطوني باي طريقه. علاش حبوا؟ الناس سبت الرئيس، سبت الرئيس قالوا لهم روح. سبت النظام قالوا لهم روح. ولا يقول الناس قول نعرف فلان نطلقك. ما نعرفوش يا اخي. بعد قال لي عندنا معطيات تقول بلي ديت 70 مليون 70 مليون لبابات امير ديزاد. والله ما نعرفو ما نعرفوني شكون. هذو ما تاع الباب جديد ها. قال لي عندي معطيات تقول بلي حتى عند خوه. والله ما نعرف. قال لي رفدت دراهم عند ناس. قلت له هذا اللي عطاني دراهم جيبهولي. ولا اللي ديت دراهم السيد جيبهولي. كيما صابوش كاع داروا لي هذه. وانا نقولها قدامهم وامام الله وكيما هدرت معاهم نهار الاول نهضر معاكم دوك. نورمال. النهار دخلنا الحبس دخلنا في الليل يجي بوكو ادميغي يجي ابلودي لا سورتي تاعنا، انا حياتي كاع ندير سيلي ما عمري ما قابلت 40 كاميرا، شي جميل انك انت خارج بلي مينوت 40 كاميرا وتحس باللي كان فيه اخراج، جيبوا منا دوروه منا اسمع ما يبانوش مليح ردهم راك تيماجيني مليحه، خرجنا نضحكوا تفاهمنا خرجوا نضحكوا علاه ما درنا والو قاضي التحقيق قال لي حطك الحبس ايدي على الحبس، قلت له علاه؟ قال لي الله غالب ربي ديما يغلب، معليش خممت لي بناتي داوني كورتاج حتى الحراش بالمطوات ولي كاميرا كتقول تاع عروسه والله العظيم، الوغ خص ما تدخلوش معانا لداخل البرك يفيلميو من برا جات حير، حتى تقول سبحان الله
الناس بهذه الوحشية لهالدرجة. دخلنا الحبس حاجة الأولى حفوا لك راسك تحفيفة مازالت سكي بيا فلاتيزون تخلو سلعلو كلش باطل. كي لحقنا عند قاضي للحبس في الدخلة السيد شافنا منها كنت أنا كان معايا فضيل طوب عبدو السمار ومنير وملاح وهواري بوخرس شافونا كاش قناة عشيتو قلتم القهوة تاع الصباح جابوا لنا خبز هذا كنا جاب الكوشة فريش عندهم كوشة لداخل خبز طري عطاونا حبة ياوت عطاونا باطا فرماج وحبة تفاح هذا هو الحاضر يعطوا الكوفيرتات داونا الترونزيت تباتنا الولف ترونزيت كي دخلت تفاجأت شو مانيش مأمن بلي أنا في الحبس قعدت نقول نو مادام جاوب المطوات والطوموبيلات حتى عندو كيزيدو شي يقول اه كلخنا لكم فينالمون سيتي لا رياليتي في الترونزيت جيتي شونكي على 70% تاع اللي كانوا لداخل ما ديباسيوش 20 سنة سي كراف على بالك ما ديباسيوش 20 سنة تاعي مع الحبسيان نضحكوا نسيو نحكيو على الفن نحكي لهم على المسرح نحكي لهم على السينما كي جيت داخل شافوني البريزوني ما دو كاع صفقوا بكيت قلت الناس كانوا يجي يخلصوا يشوفوني باش يصفقوا اليوم جابوا لي على حاجه ما كانش باش يصفقوا مليحه اتفاق فيها الحمد لله تعرفت على ناس تعرفت على ديبيتي تعرفت على ديواني مسؤول في ديوان راشد تعرفت على ناس يحكوا لك همهم كل واحد وحكايته ونضحكوا كان ديما نحكي لي بلاك نضحكوا تنسي روحك نخرجوا لكم نقصوا نضحكوا تلاقيت مع هذاك 10 عبد الرحمن تاع البنكا يلعب سودوك ونحكيو هي يوميات كان جزء من تقاسموا الماكله كيجيبوا القفا هذه دوق هذا هذه هي وقصرنا بيان كان دي مومو المومو اللي كنت بكي فيه بزاف الوقت اللي ندي ولادي للمسيد لقيت مع واحد الانسان اسمه صالح في الحبس اسمه صالح عباده قال لي يا كمال قال لي كي تجيك مصيبه شوف موراها واش هو جاي قال لي كل شر فيه خير مخبي طلع لي موراه ما تقدرش تيماجيني كان واحد ما انديو كتبوه بن قطاف اللي في وقتها ما دارش حاجه نخليها في مفاجاه وخمم في واحد المخرج هو اللي يخدم معاه يكون بارازا المخرج هذا كنت نداوس معاه داوسنا في قضيه خدمه ما تشيناش في افكار كي خرج من الحبس لقيته هو الاولاني لقيته هو الاولاني شوكيت شوكيت قلت نخرج من الحبس نروح ليه هو الاولاني خرج من الحبس لقيته هو الاولاني عباد قلت سبحان الله لا فريش منها صح وهذا الديو وهذا الديو يحكي على ان بريزوني وان غارديان ان بريزوني ان غارديان يجوزوا 20 سنه تاع حبس هذاك بريزوني الاخر عساس صافي نهايه المطاف البريزوني يقول انت ثاني جوز معايا حبس انا نقول انا ملي قال لي قال انت ما راهش جابوكم انت جبتك شهريه ولا جبتني غلطه لازم تكون حوس على التاج تقبل حوس على النص تعاود كما نقولوا نديروا العشره انا شويه نديروا على الوقت انا في خاش كان احداث اللي خلاص ما تماشاش مع الوقت نقول الشعب الجزائري ما نقدرش نرد لكم الجميل اللي درتوه ندير واش ندير العلامه الكامله اللي غلط في حقي الله يسامحه خاش عند ربي يخلصها ما في